الدستور التونسي اللي كنت نشير له اللي هو أعلى القواعد القانونية قيمة في الفصل 29 يقول صراحة أنه لا يمكن إيقاف شخص تحفظيا إلا بإذن قضائي، إلا بإذن قضائي، ويقول أن مدة الاحتفاظ ينظمها القانون. قانون مجلة الإجراءات الجزائية تاع بلادنا اللي مازالت سارية المفعول في الفصل 85 منها حددت بكل دقة قداش حاكم التحقيق ينجم يخلي عنده إنسان وهو بحالة إيقاف تحفظي. قال النص يحتفظ به 6 أشهر، مدة أقصاها 6 أشهر المرة الأولى. السيد محمد سليم شيبوب أودع يوم 18 نوفمبر 2014، أودع السجن 18 نوفمبر 2014، ونعاود بالعام انقضى أجل 6 أشهر الأولاني. حاكم التحقيق رأى أنه الأبحاث تقتضي التمديد في أجل الإيقاف، مدد والنص يسمح له بذلك، مدد لمدة 4 أشهر، 6 مع 4 10 أشهر. الشهر عند التوانسة يعني في الرزنامة نوع، وفي النصوص القانونية نوع ثاني. بالنسبة لنا بالنص مجلة الالتزامات والعقود تقول إن الشهر قدره 30 يوم. الشهر 30 يوم، يعني كي نقولوا إنسان يتحبس 3 شهور راهم 90 يوم، ولو فيهم فيفري فيه 28. نأكد على هذا، الشهر 30 يوم بعملية حسابية بسيطة. وقت نقولوا إنسان أوقف تحفظيا 6 أشهر، 6 × 30 180 يوم، ثم مدد له 4 أشهر 4 × 30 120 180 و120، سهل العملية بالشيفرون 300 يوم. يعني أن أجل الاحتفاظ بالسيد محمد سليم شيبوب وبأي تونسي في مثل هذه الصورة انقضى، انقضى يوم 8 سبتمبر، يوم 8 سبتمبر، وحقه يوم 9 سبتمبر يقع الإفراج عنه وجوبا من غير حتى مطلب، إفراج آليا أوتوماتيك. علاش؟ لأن هو باش موقوف، ما هو بإذن قضائي. قداش قدر المدة؟ 6 شهور. أش بيه قاعد 10 شهور؟ لأنه وقع التمديد 4 أشهر. ثم ثماش تمديد آخر لليوم، الحد اللي نتكلم فيه اليوم، منوبنا موقعش إعلامه بوقوع التمديد، وإحنا موقعش إعلامنا بوقوع التمديد. إيش نقول؟ قول إنه بحالة احتجاز، هو رهينة بإذن ممن؟ لأي سبب؟ هذا علاش عملنا إحنا مثل هذه الندوة الصحفية اللي غايتها في الحقيقة غايتين. الإعلام أولاً إيش نعلمه؟ لأنه سليم شيبوب ناخذوه مشطرة عينة ستان تونسية، لحد الآن عنده الجنسية التونسية، لا عنده أزيد حقوق من التوانسة، ماهوش بقراص وريشة إلى بو آخر نسيب الرئيس السابق، هذا ما يهمناش، إنه مواطن تونسي عنده من الحقوق ما لكل التونسيين. إذا كان القانون يقول التونسي يلزمه باش يتوقف إذن من حاكم التحقيق ويحدد المدة، وإذا كان يحب يزيد يلزمه يمدد ويلزمه يعلل، مش هكاك يمدد يحك راسه ويمدد يعلل. اور احنا اليوم محمد سليم شيبوب موجود في السجن المدني بالمرناقية دون وجه حق. هذاك علاش هي صيحة وانتصار للحقوق والحريات، وعلى رأسها الحرية، حرية في أن يكون الإنسان حرا في الغدو والرواح وفي أن يفعل كل ما يريد في إطار احترام القانون. الثقة المشروعة في مؤسسات الدولة وفي السلطة العمومية ليست لا متناهية أو مطلقة، عندها حدود، وذاك علاش الحد النهائي هو الشعب، هو الرأي العام. إذا كان السلطة ما تحبش تحرك ساكنا واتبعنا جميع الإجراءات القانونية، إيش يبقى لنا؟ الملاذ الأخير والمرجع الأخير هو الرأي العام، لأن كل واحد منا ينجم يوما ما يكون، وبعيد عليكم إن شاء الله ما نتمناش هذا حتى حد، صيحة فزاعة على تونس، مش على سليم شيبوب في حد ذاته. نعم لفايت سليم شيبوب، لكن راهي على تونس، راهي على التوانسة. والتوانسة شكون اللي يعبر واللي يكون قبل وجهة نظرهم وموقفهم من الحقوق والحريات
وقتاش نوليو نقولوا النهار مش نهار ساعه ايقاف زايده غير مقبول غير معقول ونهيجوا كلنا لو كان نوصلوا نهار لهذا نقولوا نحن في اعتى الديمقراطيه. اما ما مثالش شنو نهار القدام ولا نهار اللي جاي وبرا ما علموش اليوم تو يعلموا غدوه بعد غدوه هكا برا مثالش هي اللي ضرتنا هي اللي هلكتنا هي اللي خلاتنا وصلنا للمواصل هذه. اكثر واحد يعرف الملف فريق الدفاع وقاضي التحقيق الزوز مجمعين أن سليم شيبوب لابد أن يفرج عنه. لسان يفاع تقول ما يتعاطف معاه وي ينتصر له وي وحكم التحقيق هو اللي وقف وكان جاي يتعاطف معاه ولا ينتصر ليه ولا من أحبائه ولا من أنصاره ولا المعجبين به ما يخليه مسيب من نهار له وقفه وخلاه موقف شهور. لكن عندما توفرت لديه شروط الإفراج دون في زوز مناسبات يسيب وإحنا نعرفوا اللي حاكم التحقيق يسيب وهو أدرى الناس بالملف. النيابة بصفة عامة ما تعرضش في الإفراج وحتى كان عارض هكذا عنا لها قول هذا سليم شيبوب بربي سيب ساعكم تعريض شغل جانعا بالحرية من البلاد هذه هكذا بشمال أنا نستينفلو ما ينساش ينجم شخص لكن بعد كنجي قدام دائرة اتهام تركيبة قضائية في الاستئناف عندهم من التجربة والحنكة لو كان عندهم من الحياد والموضوعية القدر الكافي مراو سليم شيبوب روح مش مرة هذا من مرة أخرى من مطلب الإفراج الأولاني. لكن أنا أستغرب نقول نزه القضاوي بوجه عام لكن بعض قضاة ما نزههمش بعض قضاة لا أنزههم ونعرفوهم ونعرفوا العديد منهم ثم أعطونا الفرصة باش نفيقوا بمظلمة لويت للنف حق السيد هذا روح راهو ماتيماتيك ما 30 يوم 10 شهور فوا 30 يساوي 300 احسبوا وحدكم السادة الصحفيين احسبوا وحدكم جوفي لو 18 نوفمبر وقتاش سليم شيبوب نورمالمون حقه راهو خرج بعد التمديد الاول في اجل الاحتفاظ حقه راهو 8 سبتمبر راهو علاش اليوم مازال في السجن. التساؤل هذا بطبيعة الحال ينجم يؤدي بنا إلى عديد التأويلات وإذا كان دخلنا في التأويلات هذا ينال من استقلالية القضاء. عذرا إن أطلت نسبيا وأشكركم على حسن الانتباه وبطبيعة الحال أعيد الكلمة إلى زميلي وأخي الأستاذ فتحي البوتي.